نعم، شكرا لك شيخ فيزازي. لا تنسوا أنكم تشاهدون برنامج وفاء الخير. نمر مباشرة إلى القصة الأولى في هذا العدد، وهي قصة من بلدية عين بوسيف من ولاية تلمسان لعائلة بلو. هذه العائلة مكونة من 4 أفراد، الوالد مريض والأم أيضا عندها يعني عندها ورم على مستوى الرأس، ويستأجرون بيتا أيلا للسقوط. الزميل عبد اللطيف سفيان وجودي هدى سلطوا الضوء على هذه العائلة وعادوا لنا بهذه الصور. إلى بلدية عين يوسف غرب ولاية تلمسان زرنا عائلة جلول لننقل ولو جزءا بسيطا مما تعيشه صليحة وزوجها وأبناؤها من ضيق العيش مع المرض والفقر. تستأجر عائلة جلول هذا البيت الذي تشاهدون، وخلف هذا الباب قصة معاناة لا تنتهي وصور صادمة لعائلة تعيش تحت خط الفقر، ربها مريض بطال. ولكم من خلال تناشد عائلة جلول كافة المحسنين مساعدتها وانتشالها من الوضع المزري. تنتظر إحسانكم وتضامنكم وفي أقرب وقت ممكن.